بدرجة أثرت على مجمل الأوضاع الاقتصادية، ومؤكد أنه أثرت على معايش الناس. يعني نحب أن نقول هنا أولا أنه نحن بنستمع إلى شعبنا وبنتابع كل القضايا والمشاكل التي يتحدث عنها الناس، وهي هي نفس القضايا والمشاكل والهموم التي بتعمل من أجلها الحكومة بكل أجهزتها. ظلت في تواصل مستمر، بتتلقى المعلومات، بتبحث عن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه الأوضاع. ليس غائبا علينا برضو أنه نحن من البداية كنا نعلم أننا سنواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، جزء منها بالتأكيد هو تركة النظام القديم الذي ورثناها، كنا نعلم صعوبتها. لكن جزء آخر برضو يرجع لأنه نحن طوال الفترة الماضية اعتمدنا على مواردنا الذاتية، وكان هذا امتحان صعب وعسير، ولكن كان لابد من أن نواجهه. الشيء الثاني أنه نحن أيضا كنا ندرك أننا سنواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، بعضها طبيعية بحكم الأوضاع الاقتصادية، بحكم ضعف الموارد، بحكم أن الخزينة كانت خالية، ولكن بعضها أيضا مصنوعة، وهذا ما نود أن نركز عليه خلال هذه المرحلة. هذا التصاعد الكبير في سعر العملة الأجنبية والذي تسبب في انخفاض كبير في سعر الجنيه السوداني لا يمكن أبدا أن يكون مرجعيته أو مرده إلى أسباب اقتصادية. هذا جزء من معركة طويلة جدا، الذين تضرروا من قيام الثورة ولا يريدون لها أن تنجح وأن تستمر، الذين تضررت مصالحهم من عملية التغيير ويريدوا أن يرجعوا العجلة إلى الوراء، يريدوا أن يستمروا في التكسب من معاناة وآلام الشعب السوداني. نستطيع أن نقول ببساطة شديدة جدا إنه ما كان يحدث خلال الأيام الماضية هو حرب معلنة ضد الثورة وضد حكومة الثورة وضد اقتصاد السودان وضد معايش المواطن السوداني. هذه حرب معلنة وليست خفية. ما يحدث هو عبارة عن تخريب متعمد، لا يمكن أبدا أن تجد أسبابه الكاملة في الاقتصاد أو في حركة الاقتصاد أو تجد لها أسبابا اقتصادية. هذه معركة سياسية طويلة ممتدة، يستخدم الاقتصاد كجزء من الآليات، من آليات الحرب وآليات المعركة. نحن لم نكن جاهلين بذلك، ولكن كان حجم التآمر كبير وحجم ما واجهناه كان كبيرا جدا. الحكومة ظلت في تواصل مع كل الأجهزة، وفي لقاءات وفي اجتماعات، في متابعة، في رصد وتلقي المعلومات وتحليلها، حتى يمكن اتخاذ إجراءات كفيلة بأنها توقف هذا التصاعد الكبير جدا وتعيد إلى العملة السودانية إلى وضعها الطبيعي. ممكن يكون الوضع الطبيعي أصلا برضو فيه مشاكل وفيه صعوبات، ولكن ليس بالشكل الذي شهدناه خلال الأيام الماضية. الشيء الثاني اللي نحب نقوله أنه السادة المسؤولين الموجودين معنا هنا سيتحدثوا بالتفصيل عن كل الأوضاع الحالية وعن الإجراءات الواجب اتخاذها وعن الإجراءات التي بعضها اتخذ فعلا وبعضها سيتخذ خلال الأيام القادمة. نحن نقول أنه نحن واعون بهذه المعركة ونحن قادرون على خوضها. نعلم أنه في تبعات كثيرة جدا يعني حملها الناس، ولكن نعتقد أنه هذه ضريبة يجب علينا كلنا أن ندفع، ونحن نعمل بأقصى جهد ممكن حتى نستطيع أنه نعبر هذه الظروف الاستثنائية. نحن كما ذكرت مررنا بظروف اقتصادية صعبة، ثم جاءت ظروف الكورونا تسببت في ركود اقتصادي في كل العالم ومن بينه السودان، تسببت بشكل كبير جدا في قلة الإيرادات لأنه لم يكن هناك نشاط اقتصادي، وبالتالي الإيرادات متمثلة في الضرائب وفي الجمارك وفي غيرها يعني نزلت إلى مستوى كبير جدا. خرجنا من كل هذا، دخلنا في امتحان الفيضان. هذه كلها صعوبات ومعوقات ومشاكل، ولكن احنا ما تخلينا عن منازلتها وعن مواجهتها باعتبار انه هذا واجبنا كحكومة، وواجبنا أن نواجه هذه المشاكل والصعوبات وأن نعبر من خلالها إلى غد أفضل. خلال هذا التنوير الصحفي ستتحدث إليكم الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، والدكتور آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل، سيد محمد الفاتح زين العابدين محافظ
بنك السودان، ومن القوات الأمنية والعسكرية موجود معنا الفريق بشير الطاهر مدير الجمارك، الفريق أول عز الدين الشيخ مدير قوات الشرطة، الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع، واللواء محجوب من جهاز المخابرات العام. أبدأ بتقديم الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ظللنا نتابع في الآونة الأخيرة التطورات في سعر الصرف، وقد أصدرنا بيانا بهذا الخصوص في 23 أغسطس، ونحن نؤكد الآن أن ما يحدث من ارتفاع كبير وسريع للدولار في السوق الموازي لم يكن بسبب أي تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد السوداني بما يتماشى مع هذا الارتفاع غير المبرر في سعر الصرف والغير معهود، بل أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات متتالية لحل الأزمة جذريا، منها الخاص بتجارة الذهب والصادر وتقليل التهريب ووضع رصيد احتياطي من العملات الأجنبية عبر المحفظة. رغما عن ذلك تصاعد الدولار تصاعدا جنونيا في السوق الموازي، وظللنا نتابع مع الأخوة في كل الأجهزة الأمنية التي أشارت جميع تقاريرها بأنها عملية تخريب ممنهج تستخدم فيها العملة المزيفة، المضاربات في الذهب والشراء بأعلى سعر ممكن والإحجام عن البيع، بما في ذلك شراء الذهب أعلى من سعر البورصة العالمية وبكميات كبيرة. واليوم بناء على المعلومات الأمنية نعلن عن تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية وتكوين القوات المشتركة لحماية الاقتصاد السوداني والمكونة من القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وهيئة الجمارك، وأيضا نعلن عددا من القوانين الرادعة لحماية الاقتصاد الوطني والإجراءات الاقتصادية وإعلام محاكم الطوارئ ونيابات الطوارئ. وقبل أن أتيح الفرصة لزملائي لشرح هذه المجهودات والإجراءات، فإنني أعيد على التأكيد إن ما يحدث هو عملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد السوداني وخنق الحكومة الانتقالية، وإننا لن نتوانى ولن نتهاون أبدا في حسم المتلاعبين بقوت الناس، وسوف نعمل كلنا كحكومة واحدة. ونؤكد أن الإجراءات الأمنية ليست هي الوسيلة الوحيدة، لكننا بدأنا في الفعل في تنفيذ خطة اقتصادية ذات إجراءات محددة مثل صادر الذهب وعائد الصادر، ومثل خطة التنمية التي ستمول من مؤتمر برلين، مثل توفير 800 مليون دولار لاستقرار سعر الصرف بطريقة غير مباشرة. وبالرغم من وضع الحلول الاقتصادية، رأينا أننا اليوم يجب أن نأخذ إجراءات أمنية إضافية لتأمين نجاح خططنا وحماية حقوق المواطن السوداني الاقتصادية. أترك المجال الآن لزملائي وشكرا. الدكتور آدم حريكة مستشار الاقتصادي للرئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. في ظروف الإقلاق التي شهدناها بسبب الكورونا، اتخذت لجنة الطوارئ الاقتصادية حزمة من القرارات والإجراءات والتي أظهرت نتائج إيجابية رأيناها في الشهر الماضي، منذ بداية الشهر الماضي، وهذه النتائج تتنافى تماما مع عمليات المضاربة التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة. وسأركز على بعض الأمثلة وأنوه إلى استمرار الحكومة الانتقالية في تنفيذ المزيد من هذه القرارات والإجراءات في إطار حالة الطوارئ الاقتصادية. أولا، تم توفير موارد حقيقية محلية مقدرة لتشجيع الصادرات وتمويل الواردات من السلع الاستراتيجية من خلال 1. إنشاء محفظة السلع الاستراتيجية، والتي سوف تبدأ عملها الفعلي الأسبوع القادم بإذن الله، من حيث توفير واردات الوقود، وهي قد
وفرت المبالغ التي تحتاجها من نفسها. اثنين، تنظيم التجارة وإدارة عائد الصادرات لتمويل الواردات من السلع الضرورية من خلال منشور بنك السودان، والذي سوف يتحدث عنه السيد محافظ بنك السودان المركزي. ثلاثة، زيادة تعبئة الموارد المحلية، وهنا أقول أنه بناء على الإحصاءات التي جاءتنا من الجمارك والضرائب، هنالك زيادة ملحوظة في الإيرادات الجمركية والضريبية، نتوقع أنها تزداد بطريقة مضطردة وتساعد على خفض الفجوة بين الإيرادات الحكومية والإنفاق الحكومي باستمرار بإذن الله. الحكومة اتخذت إصلاحات وإجراءات إدارية عديدة من خلال عمل لجنة الطوارئ في تأهيل الميناء ورفع والتي سوف يتحدث عنها الزملاء أيضا، وكتوصية من توصيات لجنة الطوارئ الاقتصادية. وفي هذا الإطار وبالإضافة إلى ما ذكرت، هنالك الكثير من الموارد الخارجية التي ذكرت منها السيدة وزيرة المالية المكلفة، مساهمة البنك المركزي. وسوف توقع الحكومة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في منتصف هذا الشهر لتسديد تعهداته التي تبلغ 312 مليون يورو، ونحن نتوقع أن تأتي كثير من هذه التعهدات من الدول المختلفة في هذا العام. بناء على ذلك، قامت الحكومة بتفعيل القرارات والإجراءات التي أوصت بها لجنة الطوارئ الاقتصادية بالعمل مع الوزارات والإدارات المختلفة، ونتوقع استمرار هذا التفعيل وتكثيف الإجراءات في الأيام القادمة، وفي إطار الطوارئ الاقتصادية. فإنني أؤكد كما قالت السيدة الدكتورة هبة وزيرة المالية أننا لا نرى مبررات اقتصادية لما شهدناه من تطورات في سواق السلع والخدمات وفي سوق العملات الأجنبية في الثلاثة أو أربعة أسابيع الماضية. شكرا جزيلا. دكتور نصر الدين عبد الباري، وزير العدل. شكرا جزيلا الأستاذ فيصل محمد صالح، وشكرا جزيلا لسونا لإتاحة هذه الفرصة لتوضيح ما قامت به الحكومة من خطوات على أصعدة مختلفة لمواجهة ومجابهة الأزمة الاقتصادية في إطار الإصلاحات القانونية التي أجرتها الحكومة الانتقالية. تم إيلاء مسببات الأزمة الاقتصادية أهمية كبيرة، لأن القانون كما نعلم جميعا له دور محوري في التصدي للأزمات الاقتصادية، مثلما أن له دورا كبيرا في التصدي للأزمات السياسية والاجتماعية. في هذا الصدد قامت الحكومة باتخاذ عدد من الخطوات. فيما يتعلق بقانون الجمارك، قامت الحكومة بتعديل قانون الجمارك لسنة 1986 بتغليظ عقوبة التهريب من شهر واحد، أي من شهر واحد إلى 10 سنوات. كما تم إلغاء مادة التسويات واستعيد عنها بمادة تجوز للنائب العام القيام من تلقاء نفسه أو بناء على توصية من المدير وقبل صدور الحكم النهائي في أي دعوة بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة، بما في ذلك الرسوم الجمركية المقررة.
وفيما يتعلق بالقانون الجنائي تم تغليظ عقوبة التهريب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما تم حذف عبارة إذا كان مملوكا للمدان أو كان المالك على علم باستخدامها في ارتكاب الجريمة واستعيض عنها بعبارة سواء كانت مملوكة للجاني أو لغيره، وذلك لأن المهربين يستخدمون هذه الثغرة للتهرب من المسؤولية الجنائية، وذلك باتفاق مع أشخاص آخرين وادعاء أن أولئك الأشخاص لا يعلمون بأن الأفعال التي قام بها المهرب كانت هي أفعال مخالفة للقانون أو كانت هي أفعال تهريب في الأساس. من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها والتدابير القانونية التي تم اتخاذها تبني قانون جديد للتعامل بالنقد، وهو قانون لسنة 2020 وجيز بصورة جزئية في الاجتماع المشترك في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إجراء تعديلات في أبريل الماضي، وتم الاتفاق على إجراء تعديلات إضافية فيما يتعلق بالشق المتعلق بالنقد بعد الحصول على مشورة بنك السودان، وقد تم ذلك وقمنا بإرسال القانون إلى المجلس السيادي بغرض التوقيع عليه. ويمكننا بخصوص هذا القانون أن نوضح أنه أجيز الجزء المتعلق بالتعامل بالذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وهذا القانون يحرم بيع أو شراء أو حيازة الذهب غير المشغول أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة إلا وفقا لأحكام اللوائح أو الأوامر أو المنشورات التي يصدرها بنك السودان المركزي. علاوة على ذلك يجرم القانون تهريب الذهب والمعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة، ويعاقب على الإتجار غير المشروع بالذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو مخالفة أحكام القانون أو الأوامر أو المنشورات بالسجن لمدة لا تجاوز 10 سنوات والغرامة بدلا عن أو الغرامة فقط. بالإضافة إلى هذه العقوبات يلزم القانون المحكمة بمصادرة المضبوطات موضوع الجريمة أو أي مركبة أو وسيلة نقل أو وسيلة حفظ للأموال سواء كانت مملوكة للجاني أو لغيره ولو لم يعلم باستخدامها في ارتكاب الجريمة، وذلك أيضا لسد الزريعة زريعة عدم العلم. هذا والمجلس أرجى أن يتم التشاور كما ذكرت بين بنك السودان ووزارة العدل وإجراء التعديلات وفقا للنصح الذي استلمناه من البنك المركزي، ونتوقع أن تتم الإجازة النهائية في الأيام القليلة الماضية. من ناحية تنفيذ القوانين تم اتخاذ قرار من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بتأسيس نيابات طوارئ أو بالطلب في الحقيقة من النيابة العامة بتأسيس نيابات طوارئ ومن السلطة القضائية بتأسيس محاكم طوارئ، وقد تم ذلك، وفي الأيام القادمة سوف نشهد تفعيلا كبيرا لعمل هذه النيابات والمحاكم. على صعيد معالجة العزلة الاقتصادية التي يعاني منها السودان منذ أكثر من 20 سنة تعمل وزارة العدل بشكل لصيق وباستمرار مع الفريق السوداني المفاوض في واشنطن، وقد اكتملت التفاهمات والآن يجري تبادل مسودات الاتفاق النهائي بين ممثلي حكومتنا وممثلي الحكومة الأمريكية، وسوف يتم التوصل إلى نتائج ملموسة ونهائية في الأيام القليلة الماضية. الاتفاق النهائي علاوة على أنه سوف يشجع المستثمرين الأمريكيين أو الغربيين المترددين عن القدوم إلى السودان سوف يؤدي إلى إنهاء كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد السودان المتعلقة بالإرهاب. بالإضافة إلى ذلك سوف يحصن هذا الاتفاق السودان بتشريع سوف يتم تبنيه من الكونغرس ضد أي قضايا متعلقة بالإرهاب يمكن أن ترفع في المستقبل. علاوة على ذلك سوف يتم رفع اسم السودان سريعا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. إن وزارة العدل بالتناغم والتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى سوف تستمر في العمل من أجل القيام بالمزيد من الإصلاحات القانونية واتخاذ المزيد من التدابير اللازمة
من أجل مكافحة ومحاربة الفوضى والتخريب الحادثين الآن، وشكرا جزيلا. سيد محمد الفاتح زين العابدين، محافظ بنك السودان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ فيصل. الحقيقة أنا حأقصر حديثي على المنشور الأخير الصادر من البنك المركزي بخصوص صادرات الذهب واستخدام عوائد صادرات الذهب. في البداية نقول أنه هذا المنشور صدر بناء على قرار من لجنة الطوارئ الاقتصادية، اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، والقوائم تحت السلع صادرة بقرار برضو من وزارة الصناعة والتجارة اللي هي بتضع السياسات التجارية. طيب المنشور غصر استعمال عوائد صادرات الذهب على السلع الاستراتيجية فقط. السلع الاستراتيجية هي ثلاثة أنواع: القمح ودقيق القمح، الأدوية، ومشتقات البترول. هذه السلع استراتيجية هامة للمواطن السوداني يجب الحصول عليها في أي وقت. قصر استعمال صادرات الذهب إلا على هذه السلع، يعني ما في حصائل ذهب تستخدم في استيراد أي سلعة أخرى. طيب دي الغايمة الأولى. الغايمة الثانية هي لسلع ضرورية للاقتصاد وللمواطن. الغايمة دي تتراوح من لحد 25 سلعة، هم ما فيها هي مدخلات الإنتاج الزراعي، مدخلات الإنتاج الصناعي، السكر، الرز، العدس، أشياء ضرورية للمواطن اللي بيستعمله كل يوم، بالإضافة برضو إلى السلع الثلاثة الأولى، ودي تمويلها حيتم من صادرات السلع الأخرى غير الذهب. في قائمة ثالثة سلع غير ضرورية وموجودة ما يهم كثير المواطن، ممكن نقول على السلع يعني استهلاكية. دي حتستورد من الموارد الذاتية، استورد من الموارد الذاتية لكن بموافقة من وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المشرفة على السياسات التجارية. كل الإجراءات دي يا جماعة الهدف منها هو حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وضمان وجود السلع الاستراتيجية الأساسية في وقتها. شكرا جزيلا. الفريق بشير الطاهر مدير الجمارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد وزير الإعلام. حقيقة من القرارات المهمة التي اتخذتها لجنة الطوارئ الاقتصادية قيام أو إنشاء لجنة مكافحة التهريب برئاسة السيد مدير عام قوات الشرطة وعضوية القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وهيئة الجمارك. هذه اللجنة لجنة مهمة جدا نسبة للتحديات الكبيرة التي يواجهها السودان جراء التهريب في كل الحدود، في كل الحدود السودانية مع الدول المجاورة. وهذا التحدي هو حقيقة يعني أثر كثير على الاقتصاد السوداني وعلى حياة المواطن. التهريب أصبح سمة لعدد كبير من سكان الولايات، خاصة الولايات الحدودية، وكان لابد من مجابهته ومكافحته بصورة واضحة. هناك عدد من الإصلاحات في التشريعات على أساس أن الجريمة هي كبيرة جدا والعقوبات يجب أن تكون موازية لهذه الجريمة. عقوبة السجن أصبحت 10 سنوات لكل من
يساهم أو يعمل في التهريب عبر الحدود. وهناك عدة إجراءات إدارية اتخذت من ضمنها القوات المشتركة التي ستعمل في كل ولايات السودان لمكافحة التهريب بكل أنواعه، السلع الممنوعة والسلع المقيدة والسلع المحظورة، والتي إذا حسبناها هي تعادل يمكن قيمة الرسوم الجمركية في العام. هي خطيرة جدا وتسبب مشاكل كثيرة للاقتصاد السوداني. المادة 209 كما ذكر السيد وزير العدل هي حقيقة حكمها رادع بمصادرة كل العملات الأجنبية والذهب والمعادن النفيسة. لكن حقيقة نحن عندنا مقترح أنه تبقى المادة وتضاف إليها تكملة الإجراءات الجمركية أو الإجراءات الإدارية التي تخص عمل الجمارك، وإن شاء الله في الفترة القادمة سيتم تعديل هذه المادة. كل القوات الآن تعمل في تناغم وتناسق تام في الحدود، وهناك عدد كبير من الضبطيات في العملات الأجنبية وفي السلع الممنوعة والسلع المحظورة، خاصة عبر بعض الدول حقيقة تهرب إليها السلع الهامة الاستراتيجية وتأتينا منها سلع ممنوعة وسلع محظورة تضر بصحة المواطن. الجهود مشتركة والعمل كبير جدا جدا، وإن شاء الله في الفترة القادمة سنشهد مجموعة كبيرة من الضبطيات، أو حقيقة هي الآن في مجموعة كبيرة من الضبطيات الهامة التي كانت إذا دخلت السودان تضر بكل النواحي الاقتصادية والنواحي التجارية والنواحي الأمنية والنواحي الصحية كمان. فإن شاء الله المجموعة شغالة في تناسق تام برئاسة مدير عام قوات الشرطة ولجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الجمارك، وإن شاء الله يعني ستشهد الأيام القادمة كثير من إجراءات ضبط الحدود وعدم دخول السلع الممنوعة أو المحظورة أو المقيدة عبر الحدود. شكرا جزيلا. فريق أول عز الدين الشيخ مدير الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا للسيد الوزير، تحية لكل الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقيقة كما تفضل السادة الوزراء والسيد محافظ بنك السودان والأخ مدير رئيس هيئة الجمارك، وتحدثوا عن الخطة الاقتصادية بشكل عام، وهي تتبني على ثلاثة محاور. يمكن المحور الأول هي السياسات الاقتصادية، والمحور الثاني هو تعديل القوانين حتى تصبح رادعة، والمحور الثالث هو الإجراءات والتدابير والاحترازات والخطط الأمنية لمكافحة عمليات التهريب والاتجار في العملة والاتجار في الذهب بطريقة غير مشروعة، وكذلك تهريب السلع الاستراتيجية والسلع المدعومة إلى الخارج، وكذلك الأتيان بالسلع يعني فيها كثير من الإضرار بالاقتصاد. وحقيقة نحن ما نحب نأكد كما تفضل السادة الوزراء وتحدثوا بأننا يعني وضعنا خطة محكمة متكاملة تشارك فيها كل القوات بكل أطيافها، الأخوة في القوات المسلحة، الشرطة، الدعم السريع، الأمن والمخابرات، كل هذه القوات تعمل متناغمة لإنفاذ هذه الخطة، وسنسير في هذه الخطة حتى آخر الشوط، وسنضرب بقوة كل من تسول له نفسه المساس باقتصاد البلاد. ونحن بدينا في هذه الخطة في تنفيذ عملي يعني منذ فترة، وهنالك ضبطيات كبيرة جدا، والآن من اليوم نحن حقيقة يعني وجهنا كل الولايات، وجهنا كل المناطق، وفي ولاية الخرطوم يمكن اليوم يعني تم تنفيذ حملة كبرى على المتاجرين في العملة، وستظهر هذه النتائج
خلال الأيام القادمة، ونحن كجهة لإنفاذ القانون سنستفيد استفادة قصوى في التعديلات الحصلت في القوانين وكذلك محاكم الطوارئ ونيابات الطوارئ، حتى تكون هذه العملية متكاملة، والإنفاذ القانون وتطبيق القانون حتى يكون فيه ردع عام لكل من تسوي له نفسه المساس بمقدرات الشعب السوداني، هذا الشعب العظيم الذي يقدم التضحيات تلو التضحيات، ونحن لن نألو جهدا وسنسهر ليل نهار على مقدرات الشعب السوداني، ونقدم كل من تسوي له نفسه للعدالة ليجد الجزاء اللازم والرادع. وحقيقة يعني ستكون هنالك إجراءات صارمة في كل المنافذ، في المطارات، في المنافذ، في المعابر، في المناطق الحدودية، في المدن، في الأرياف، في كله. نحن إن شاء الله حتكون عندنا خطة قوية جدا محكمة جدا، والناس ستتابع نتائجها بشكل قوي. وكذلك نحن يعني نناشد يعني كل المواطنين إنه يعني بلادنا العظيمة تمر يعني بظروف اقتصادية ضاغطة، ولكن دائما الشعوب العظيمة هي دائما ما تواجه هذه الأمور بالصبر وبالتضحيات، والشعب السوداني قدم كثير من التضحيات، ولن نسمح على الإطلاق بأنه كل المتلاعبين والذين يعني يتاجرون بدماء الشعب السوداني ويتاجرون بمقدرات الشعب السوداني، لن نسمح لهم أبدا في بهذا العمل، وسنسير في خطتنا حتى آخر الشوط. شكرا جزيلا. فريق عبد الرحيم دقلو، غاية ثاني قوات الدعم السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الوزير، التحية للشعب السوداني الصابر، والتحية لكل في معانا في الليل الغاء. ونحن بنقول نحن كقوات نظامية ومع الأجهزة التنفيذية كلنا شغالين على قلب رجل واحد، ولكن قدامنا في الأيام الماضية حصل التضخم أو المتلاعبين بالعملة وتجارة الذهب، طلعوا تم ارتفاع أسعار الدولار وانعكس على الشعب السوداني أو المواطن في قوة المواطن. نحن إن شاء الله مع القوانين اللي ظهرت وطلعت في الأيام الماضية بإذن الله كل إنسان يحاول يتلاعب بقوة الشعب لا نسمح له إن شاء الله، ولا نجامل أي إنسان هو يعني يضارب بالعملة أو يضارب بأي حاجة بتمس الشعب بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن داعمين للحكومة الثورة، داعمين للمواطن، داعمين لغاية ما إن شاء الله نعبر ببلدنا لبر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن في الحدود قافلين وقابضين عدد من القبضيات في عدم القوانين اللي ذكرت الآن أغروها الآن، كنا نقبض وما في عقوبات رادعة، ولكن بعد القوانين الرادعة اللي ظهرت إن شاء الله حنوري الشعب السوداني في الأيام القليلة القادمة كل إنسان يحاول يتلاعب ويزيد في العملة والله يتلاعب بقوت المواطن بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين ومقدرين للشعب السوداني للصبر الكبير والمعاناة الكثيرة، إن كانت في ارتفاع أسعار، وإن كانت في فيضانات، وإن كانت في كل المعاناة اللي بمر بها الشعب السوداني. الشعب السوداني صابر وصامت، وإن شاء الله نحن كقوات نظامية، قوات مسلحة، شرطة، دعم سريع، جهاز أمن ومخابرات عامة، كلنا على قلب رجل واحد مع المنظومة التنفيذية. والآن طلعت الغارات اللي نحن محتاجين لها إن شاء الله،
وحنقوم بالواجب كامل ومتكامل ونرضى أي إنسان يحاول يتلاعب بغوت المواطن إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لضيوفنا وشكرا جزيلا للجميع.